السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بإخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في هذه الحلقة من برنامجكم صدق رسول الله. في هذه الحلقة سوف يحدثنا الشيخ زين العابدين بلفريج عن قضية مهمة تمس حياتنا اليومية، وهي حول الآفات التي تظهر في المجتمع بسبب انتشار مثل هذه الأحاديث الضعيفة. شيخنا الكريم، مرحبا بكم. الله يبارك. ماذا عن هذه الآفات وعن أهمها؟ لا شك أن الأحاديث الضعيفة والموضوعة لها آثار سيئة وخيمة على المجتمع، فالذين لا يفقهون الحديث الضعيف أو الحديث الموضوع يستعملون الحديث ويعتقدون ما فيه من الأوامر والزواجر، وهذا من أعظم الخطر على منهج المسلم وديانته، أنه يقبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ولا ينجي المجتمع المسلم والشباب، ولا ينجي شبابنا من هذه الخطورة إلا أن يرجعوا إلى أهل العلم العارفين بالحديث والذين يقدرون على تخريجه والنظر في أسانيده وإصدار الأحكام على الحديث، وألا يبقوا هكذا يسلمون بكل الأحاديث التي ترد والتي يسمعونها. فلا ينبغي أن يكون الإنسان ساذجا في قبول كل حديث، وقد جاء في ذلك وعيد منه عليه الصلاة والسلام لما جاء في بعض ألفاظ الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كما في مقدمة صحيح الإمام مسلم. فالقابلية الساذجة التي أشرنا إليها قبل قليل لا ينبغي أن تكون صفة للمسلم فيقبل كل شيء وينطلع عليه كل شيء، بل يجب أن يتحفظ من الروايات وأن يطالب بتخريجها وأن يطالب بحكمها وأن يرجع إلى العلماء سواء المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين، وأن يكون ذا قدم ثابتة في أبواب السؤال والبحث، وأن لا يسلم قيادته كما تقدم لكل من هب ودرج. ألا ترى يا شيخنا أن بعض هذه الأحاديث قد تؤدي إلى نوع من القنوط أو اليأس من رحمة الله عز وجل؟ فيه مجموعة منها تقنط من رحمة الله وتضيق واسعا أو تحجر واسعا، فمنها حديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. هذا الحديث اشتهر على الألسنة، اشتهر كثيرا ويستخدم للتنفير من الصلاة، وينفر به بعض الشباب الذي ربما صلى أحدهم ولا زالت عنده بعض مخالفات أو لا تزال عنده بعض مخالفات. فمن شأن الصلاة كما قال ربنا أن تنهى عن الفحشاء والمنكر: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فربنا قال لنا إن الصلاة الموصوفة التي استغرقت أوصافها المعهودة في أذهان أهل الإيمان المعروفة من شأنها أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن وجد صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر فصلاته لم تقع منه كما أمر الله في وقتها وبإتمام ركوعها وسجودها وخشوعها وتأمل قراءتها وما إلى ذلك مما طلب إلى المسلم في صلاته. إذن ماذا عن هذا الحديث وما هو حكمه؟ هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث منكر ضعيف شديد الضعف، رده العلماء ولم يقبلوه لأنه من جهة إسناده لا يثبت، ومن جهة معناه أيضا لا يثبت، بل ثبت عند الإمام أحمد وعند البزار وعند الطحاوي في مشكل الأثار أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه من قال له: إن فلانا يصلي ويسرق بالليل، إن فلانا يصلي ويسرق بالليل، قال: لعل صلاته تنهاه عن السرقة أو تنهاه عن هذا الفعل. فوضح عليه الصلاة والسلام من جهة السند الثابت الصحيح أن الصلاة إذا صليت بحقها
كما أمر الله، من شأنها أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، ستمنعه صلاته. إذن النهي الذي في الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي مآل هذه الصلاة أنها تنهى الإنسان، فقد لا ينتهي اليوم، لكن مصيره إذا أخذ هذا العلاج وهو الصلاة في أوقاتها على الصفة التي ذكرتم، أن مآله إلى أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا شك هي نتيجة الصلاة وفق ما شرع الله، إذا وقعت كما أمر الله وكما أراد الله من عباده لا شك أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والحديث صريح في ذلك. وإن كان هذا الحديث الذي هو من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، حاول بعض العلماء كابن تيمية أن يقويه من جهة المعنى، وقواه بهذه الآية، وأن معناه صحيح، وأن الإنسان يجب أن يراجع نفسه حين لا يجد صلاته تنفعه في أن تحجزه عن الفحشاء والمنكر. وعلى كل حال، وإن كان المعنى كما قال ابن تيمية كذلك، إلا أننا لا ننسب هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام جازمين به، ولا نقنط عاصيا، فالذي يصلي ويقع في الفاحشة خير من الذي لا يصلي. يعني دعنا يعني نفهم المسألة. الآن المسلم مطلوب بأوامر ومنهي عن مناهي، فإذا وقع في المناهي لا يعني هذا أن يفرط في الأوامر. نعم. مثلا يقع في المعاصي ثم يترك الصلاة، ما الرابط بينهما وكيف تفشت هذه الفكرة بين الناس؟ يعني كثير من الشباب لما تنصحه عن الصلاة يقول لك أنا أفعل بعض المعاصي، وإذا صليت وأنا أفعل هذه المعاصي فهذا نفاق. هذا تصور غلط، وهو متفشي فعلا في المجتمع، ونسمعه من كثير من الشباب المعاصرين، يقول أنا لا أريد أن أكون منافقا، أصلي وأقع في المعاصي. هذا لا يسمى النفاق. النفاق هو إبطان الكفر وإظهار الإيمان، هذا هو حقيقة النفاق. أو أن يكون النفاق عمليا كتلك الصفات التي جاءت في الحديث، وأن آية المنافق 3 أو 5 آيات. فليس الأمر على ما يعتقد هؤلاء الشباب، ويحاولون أن يقنعوا بعض الشباب بعدم الاقتراب من الصلاة وخوفوهم من الصلاة، بل إنه لو أقنعناه أن يقترب من الصلاة وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن السارقة رجى له النبي عليه الصلاة والسلام أن تنهاه صلاته عن السرقة، والحديث عند الإمام أحمد بإسناد صحيح، وعند البزار، وعند الطحاوي في مشكل الآثار، كلهم خرجوا هذه الرواية بإسناد صحيح. فوجب تحذير الناس من هذا المفهوم الغلط، ووجب تصحيح المفاهيم وتقديم المفاهيم الصحيحة المبنية على أدلة الكتاب والسنة، وعدم الشط أو الابتعاد أو الشطط بالناس بعيدا، فقد دخلت في المجتمع بعض أفكار لا يسندها شرع، وإنما هي من كلام العامة ومن أفكار العامة التي لا يشهد لها كتاب ولا سنة. إذن يا شيخ، الشاب يحافظ على صلاته مهما ارتكب من المعاصي؟ يحافظ على صلاته مهما ارتكب من المعاصي، حتى وإن كان يشرب الخمر مثلا بالليل. حتى لو شرب الخمر يصلي ويحافظ على صلاته، عسى أن تنهاه صلاته عن الخمر، والسرقة كشرب الخمر وكباقي المعاصي. والحديث صريح، رجى له النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتهي عن سرقته بصلاته. فهذا دليل صريح صحيح، ومنهج نبوي منيف، ومنهج تربوي مرشد. إذن ليس هو بمنافق الذي ليس بمنافق كما اعتقد البعض. جميل. إذن من هذه الأحاديث التي قد تقنط من رحمة الله عز وجل، الحديث المستهزئ بربه، أن الإنسان إذا وقع في الذنب ثم عاد واستغفر ثم وقع وعاد واستغفر، فكأنه يستهزئ بربه. ماذا عن هذا الحديث شيخنا؟ هذا الحديث أولا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يقع في الذنب ثم يعود أنه كالمستهزئ بربه، لكن ذكر العلماء على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتمادى في المعصية ويسأل التوبة ويصر ويسوف، التسويف مع الإصرار على الذنب هذا نهى عنه العلماء، وأنه ما أهلك بني آدم إلا الإصرار والتسويف. وأما أنه يستهزئ بربه، فقد ورد في كلام العلماء على أن العبد
إذا لم يطع مولاه وارتكب بعض أمور يكون كالمستهزئ بربه، كالذي يصلي بغير وضوء، هذا يسميه بعض أهل العلم كالمستهزئا بالله. لكن نجد الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تذكر الذنب يقع من الإنسان ثم يتوب ثم يقع، وجاء في الحديث فليفعل عبدي ما يش... علم عبدي أن له رب أن يغفر الذنب فليفعل عبدي ما شاء. إذن كيف نجمع، يعني أليس هناك تعارض بين هذين الحديثين؟ الأحاديث هذه هي الصحيحة، أما هذا الأصل فغير صحيح. الأحاديث الصحيحة هي التي تفتح في رضوان الله ومغفرته ورحمته وقبوله لعبده وتجاوزه عن حوبه وعن ذنوبه، هذه الصحيحة، والقرآن صريح في ذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث الثابت لو أذنبتم حتى بلغت ذنوبكم السماوات والأرض ثم تبتم لتاب الله عليكم. والأحاديث الأخرى لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فلا يقال هذا نفاق، ولا يقال العبد الذي يقع في الذنب لا ينبغي له أن يعاود التوبة، أو لا ينبغي له أن يصلي، ولا ينبغي له أن يرجو مولاه، ولا أن يطمع في مغفرة الله. وربنا عز وجل يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فألفت القرآن الكريم إلى الإصرار، وذكر العلماء ما هو الإصرار. هل الإصرار مثلا شخص يقع في الذنب اليوم ثم يندم ويبكي آخر الليل ويتوب، ثم يقع في نفس الذنب في اليوم الثاني ثم يندم ثم يقع فيه، هل هذا إصرار؟ لا شك أن تكرار الذنب يعد ضربا من الإصرار، لأنه الواجب عليه أن يفارق الذنب وأن تنفع فيه التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. لكن وإن كان مصرا فإن الله عز وجل أمره بالتوبة. ومن الآية إذن دعنا نأمره إن أصر على الذنب أن يصر على التوبة كذلك، أن يلجأ إلى التوبة. فالإصرار على الذنب يجب أن يقابله إصرار على التوبة. أن وقد يقال إنه لا إصرار مع التوبة ولا إصرار مع الرجوع. جميل. ولا إصرار مع الإنابة إلى الله عز وجل، كما قال منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالإنابة إلى الله مطلوبة، فمن أناب ورجع واستغفر فلا يحسب من المصرين. بارك الله فيكم شيخنا على هذه الحلقة الماتعة. إخواني الكرام، الذنب لا يمنع المسلم من الصلاة ولا يمنعه من الاستغفار، وإن عاد إلى الذنب فليعود إلى التوبة. انتظرونا في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.